انا عايزك تعمل لي بدلتي وحسابها على ابو زيد. ما تقولوش بدلته بكذا وبدلتي بكذا، قول له الحساب على بعضه وهو هيدفع. طبعا طبعا. ابكي عليه وقولي ده كان بيحب الفولي، ابكي عليه يا باكيه ده كان بيحب الراكيه. يختي 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 يختي. هتعيش بقيت عمرك ارمله، خصوصا بعد عيبة مجوهرات مفيدة قعدت تبيع اسورة ورا اسورة لغاية لما خلصوا. ازاي تبقى بتحبني وعايزني اتجوز واحد تاني؟ انا اذنك هتكلم في التليفون بس. كنا لسه بنجيب سيرته. انت بتقول له ايه؟ كنا بنقول لك راجل طيب، مش كده يا ميرفت؟ خصوصا لما العلبه فاضيه. انت رحت فين يا علاء؟ انا كنت بتكلم في التليفون. اتاخرت؟ اصل الحراره كانت مقطوعه. قطع النفس. مش عارفاها. دي خالت مشي بشندي اللي على اللغه العربيه. اللي كان بيدينا في المدرسه. زي ما هي. ما اتغيرتش. انت كلمت علاء في موضوع جوازي، عايز تعرف رأيي؟ ايوه انا موافقة. عن اذنك ميرفت. ميرفت.